غبي يا همام غبي، كان لازم تتكلم معايا قبل ما تعمل عملة زي دي. اللي حصل يا خواجه، المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه لما عيلة حسان تعرف؟ دي هتولع او هتخرب. غبي غبي، كل حاجة بتبوظها بالتهور بتاعك ده، ودلوقتي هم عندهم السلاح الجديد. سلاح ايه يا خواجه؟ سلاح ايه؟ احنا دلوقتي في المصيبة اللي حصلت. انتوا متأكدين انها ماتت ولا لسه فيها النفس؟ يعني ده خرجانة في دمها. يبقى لازم تاخدوا واحد قلبه ميت يشوف اذا كان لسه فيها النفس يخلص عليها. روح يا شوقي، روح انت. مين قال لك ان قلبي ميت؟ ما تروح انت. بس انتوا الاثنين، ستيف خد شوقي هيوري لك المكان فين وانت عارف هتعمل ايه. وانت يا همام، خلي الرجاله بتوعك يجهزوا بالسلاح. أعوضها لك. يلا يا رجالة، دوروا عليها في كل حتة. بنتي فين يا ناس؟ هاتولي بنتي، هاتولي بنتي. اصبر يا وجيدة، تلاقيها راحت عليها نوم هني ولا هني. شاهين، لقيتوها ولا لسه؟ قلبنا الارض من شرقها لغربها. وانت يا بكري؟ انا وعصرنا وبالخير طرنا طفنا جبل كله ما لقيناهاش. يمكن تكون راحت ناحية العين. ايه اللي هيوديها ناحية العين بس؟ في ايه؟ مالكم؟ اختك يا مناع زي ما انت شايف بتدور عليها ومش لاقينها في اي حته. مناع مناع يا ولدي، دور على اختك يا ولدي، مش عاوزها تغيبك دي. يما انا جاي هربان والدنيا كلها بتطردني وما ادور على واحده تايهه. لا اله الا الله، وين اللي جفطنا هنا؟ هي اللي صممت تاجي معانا. كيف اروح واختي ما عودتش يا مناع؟ رجاله بيدعبسوا عليها في كل مكان، وانا متاكد انهم هيلاقوها نايمه هنا ولا هنا. يا بنتي يلا يما خذ الحريم وروح دلوقتي واطمني، حنقلب الدنيا عليها ونلاقيها بامر الله. بكري روح شاهين، روح يلا يا بكري، خذ الحريم وعاودوا دوروا عليها في كل مكان. لك ايه يا عم؟ قول يا ولدي. يا بنتي خواجه بني هنا، بني هنا ومعاه الخواجه بتاع الاصهار وخواجات كثير ومعاهم برضو حريم. رجعوا على هني هربانين من الحكومه. طب وانت هربان من ايه؟ حبيت اخلص من الخواجه ووقع بينه وبين الحكومه، لكن ابن الجزمه قدر يهرب ويكشف ورق للحكومه وما لقاش فيه غير هنيه عشان يهرب. يا بجحتهم جم لقدرهم الا بامر الله. تنساش يا ولد انهم واقعين في حمى البندريه وهمام موالس معاهم. راح يوقف بيني وبينهم هطحن. فين يا شوقي؟ ربنا كانت هنا، راحت فين؟ الدم اهو مصيبة لا يكون لجيوها. يا بوي يا بوي يا غناع خبره يا بوي. بنت بنت يا نسمة، بنت يا رب، بنت نسمة نسمة نسمة. اللي صابك اللي صابك يا بنتي نسمة؟ مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلاب نسمة فوق وكلميني. نسمة نسمة رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي. بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا أمه يا مار أمر الله نفس. معلش أسمع ولا صوت. رد علي يا نسمة. حمري
رد علي يا بنت. اجمع الرجال والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت في الكبله. خلصت. خلي المشاه تدخل الجبل وتقابلنا المدرعات الناحية الثانية من الصحراء. في ريحة غريبة في الجو. شمتها أول ما وصلت، ما بقاش عندي شك واحد في المليون إن الجبل ده مزروع بالمخدرات. علشان كده لازم نكون حذرين في الهجوم بتاعنا. كده سيادة العميد إحنا محتاجين دعم جوي. إدي أوامرك بالتحرك وأنا هتصرف. تمام يا فندم. مفيش صبر ولا كلام. البندرية رفضوا يسلمونا همام الخاين، رفضوا يسلمونا الخواجات، وعشان أكون بريء من دمهم قلت اللي هيدخل داره ويقفل بابه عليه هيتحرم دمه علينا. غير كده هو الجاني على روحه. شدوا حيلكم يا رجالة، عايزكم يد واحدة وبإذن واحد أحد مش هتطلع عليهم شمس. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا كبير. انت ورجالتك هتهاجم من نواحي عيلة البندرية، وانت عم ناجي هتهاجم من عند العبايدة، ولو حد فيهم يفكر يضرب بيوتنا بالقنابل هيلاقي عم مغاوري ورجالته. وانت يا بكري معايا انا ورجالتي نلف من ورا الخواجات. يلا يا رجالة توكلوا على الله. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقيتني بسكاتك يا خواجة، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركة؟ مش يمكن انا وراي عيلة تاكل اللحمة نايا يا خواجة، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يقربوا، احنا ننتفهم بالقنابل. ممكن يقوموا، ممكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خذ جوي المهنتك الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناتي، بيرموا قنابل. اداروا رجاله ارجع ورا اول، ارجع ورا عشان نفرود. خذوا اضربوا جوي. القنابل طلعت في شيء، اهجموا رجالة. القنابل زي عدمها شوقي. اضربوا الرجالة قبل ما يهجموا علينا. يا شوقي يا شوقي يا شوقي انت هيا ما تنزع. يا شوقي خذ القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجال، اضرب يا شوقي، اضرب خذوا. وقعوا زي الفروت، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايه ده؟ ارمي سلاح الخواجات، ارمي سلاح الخواجات الكل. على ماي على ماي يا بندرية يا كلام يا اولاد الكلام، قدام
الكلب في الهمام. انطق ارقد يا ولد ارقد في الهمام. كلم همام في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن. لا مش هتقدر توصلوا له. خلصوا الكلب مناع ورجالته زمان وصل لهم دلوقت وهيقتلهم كلهم. لا يا ناجي عنموت كلنا. القنابل يا فراد شهيد خذ لك ساتر يا ولد هنموت كلنا مع بعض. عايزين انت التاني يا همام يضحك يا سهمام. عايز ايه بيتكم يا سهمام يتطبق على امك يا نار مشعلة فيها امي البندريه كلها مولعه امي. أيوه. تعالوا ورايا تعالوا ورايا كلكم. فين يا مجنون؟ خد الرجاله تيجي معاي وهم المخرومه دي بيت ابويا مولع بيت ابويا مولع مناع مناع الحاجه مناع. همام بيهرب خافش همام ما يقدرش ينفذ من يدي. الرجاله يطلعوا مكان الحراسه عندهم. الخواجات ما يقدرش يفرقوا بين رجالتنا وبين رجالة البندرية. قصدك ايه عاوزهم يحرسوك؟ عايزهم يا اما نظهر لحد ما نخلص على الخواجات. امسك ده اسرارك. على عوض. هنقعد ازاي من غير حراسة؟ لازم نهرب. نهرب نروح فين؟ دلوقتي ما قدامناش غير ان احنا نحمي نفسنا بنفسنا. هي كده. انا هطلع فوق السطح احميكم وهرشهم كلهم من فوق. سيح. يلا تعالى معايا. انت قدام الباب من هنا وجو من الباب الوراني. يلا وانا وانت نقعد نصلي ربنا انه ياخد اجل مناع. يلا انتوا ما رحتوش مع همام ليه؟ سي همام قالنا نقعد نحرسكم. فيكوا الخير لو حد قرب اضربوا نار على طول. ما تعلوش هم هنقوموا بالواجب. الهم ده مش هيزول غير لما ضرب النار ده يبطل. حرس ايه صوت ضرب النار ده؟ سمعت حاجه غريبه؟ في خطر علينا؟ ايه وانا خطر عليك وعلى خلفوه. اجل طوق النار فيهم. خذك ساتر ونادي الولاد. محدش هيسمعك يا خواجه. الميتين ما بيسمعوش حد. مناع صديقي كفاك يا لعيب يا نبط شطاني. احنا خلاص وصلنا للنهايه. مناع انا بستسلم. مناع مناع ما تنساش انا كسبتك فلوس كتير. اخلص الكلام يا خواجه. مات زي الامان اللي موتوه. رميته تحت رجلينا الفلوس تمن الأرض اللي بوظتوها والخراب والدمار اللي زرعتوه. معيش أسمعك تاني وانت بتتوسل زي الكلب وتطلب الرحمة ما تستاهلهاش. اللي زيك ما يستاهلش يعيش. حسنا دي عشان الدكتور جمال ودي عشان ابوي ودي عشان ما تعودش للدنيا تاني. يلا مناع يلا عشان نلحق همام. يلا بينا يلا. وديني لحرق قلبك على أهلك وناسك وديني لولع فيهم كلهم. يلا رجالة يلا رجالة.
أبوي. لا أبوي أبوي يرد علي ويقول لا لا أبوي رد علي يا أبوي. لا أبوي لا بيضربوا بيوتنا يا مناع بيضربوا بيوتنا العدو يا مناع ولاد الكلب شيل سلاحك ويا الله أبوي يا مناع انت راجل والله مرة شيل سلاحك وانصني كيف ما طربك بيت أبوي لازم اطربك بيت ابوه مغاوري واقف يحرسه هناك اهو انا معايا قنابل شديده لو رميتهم على البيت هيجيبوا عليه وطيه قبل ما تقرب هيكون مغاوري مغربلك احمي ظهري انت ورجاله ما تخافش انا عامل حسابي هلف من ورا البيت واول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري حاول تشغله وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب اضرب يا رجاله همام رحمة اللي ماتوا ما أرحمك مناع إيه عايز تقتلني يا صاحبي مش هتلحق يا مناع مش هتلحق يا صاحبي لأن أنا اللي هقتلك اقتلني اقتلني يا مناع أنت معاك سلاح أنا ما معيش مين قال لك إن هقتلك بالسلاح يا خسيس تقدر تغلبني المرة دي يا مناع عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع هبقى برضه أنا اللي غالبك عشان قتلي مش هيرد لك شرف أختك يا مناع شرف أختي دمها غسل عارها لكن دمك أنت الزفر هنجس بالأرض اللي خربتها مناع عارف الخنجر ده الخنجر ده مناع انت فاكره زين خنجر المسموم المسموم يا مناع كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك يكفاك ان انا معرفش ان انت قتلت عمي ها هقتلك يا مناع هقطع بيه أقتلك يا مناع 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 أقتلك يا مناع Ugh.
مناع انت اتصبت يا مناع، ده الخنجر مسموم. ما عادتش تفرق يا لافي. مناع مناع، الحكومة ناسها في الجبل، نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زازور، ما عادش لي حاجة عايش عشانها، ولا حي يعمل ما بداله. سمح اوقفك ولا ايه مالك؟
بجري والتغريد واطلع على سوهاج على طول قبل الحكومة ما تدخل. وديها في العلوان دي. وعملك كيف يا مناع؟ ده انت بتموت. ملك الصالح روح يلا تغريد. روح يا بكري. خليني اشرب. روح. بسم الله يلا بينا. جرحك لسه. يلا بينا. رجع الجراح. تمام يا فندم. الدمار شامل وبيوت كتير طالع منها دخان وجثث القتلى في كل مكان. والدعم الجوي لسه مطلوب؟ لا يا فندم، ما اعتقدش اننا محتاجين دعم جوي دلوقتي. الحكاية خلصت خلاص. طيب احنا راجعين للقاعدة. تمام كله تمام يا فندم. مع السلامة. ايه ده؟ واضح انهم كانوا بيقوا ارهابيين اجانب كده. تبقى المعلومات صحيحة. ليلى كلها بتشتغل في المخدرات والجاسوسية. في ناس احياء هنعرف منهم الحقيقة كاملة. انا امرت بجمعهم كلهم. Hey yo, 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 hey
بعد عمل التحريات اللازمة قامت قوات الأمن بالتعاون مع سلاح الجو في حرس الحدود بتمشيط المنطقة بالكامل ومحاصرة المجرمين والتعامل معهم والقضاء عليهم دون تعريض حياة جندي واحد للخطر. وقد تم اقتحام مملكة الجبل والسيطرة عليهم بالكامل وضبط كمية كبيرة من أطنان الحشيش والأسلحة. تعال راجل، انت تعرف جثة مين دي؟ ايوه ده من نعلي حويطي، شفت امبارح في العركب اللبسة ده. مين اللي قطع راسه؟ جات على ده، ما كل الرجال راحت عليه العوض منك العوض يا رب. بس احنا فندم لازم ناخد البصمات ونعمل تحليل الدي ان ايه. بلا بصمات وبلا دي ان ايه، هو ده مناع الحويطي. خلصنا. قد تم القضاء نهائيا على بؤر الفساد وقتل افراد العصابات وزعيمهم مناع حسان، وجاري التحقيق مع من تم القبض عليهم احياء. نورهان، مرتي وحبيبتي وضي أيامي، لما يوصلك الجواب دي مش عارف أكون فين، حياتي أو موتي بيد علام الغيوب. الصبر بنتي بعتلك آخر وصية. أيوة بنتي يا نورهان، آخر ما خبيت عنك من أسرار، نظرة واحدة في عين البت تعرفي كل اللي قاسته المسكينة وأمها الطيبة بسبب السكة اللي مشتني فيها الظروف، واللي عشت عمري كله بحاول أجعلها سكة خير لكل اللي حواليا. لكن الماضي والناس والأيام وقفوا في سكتي زي غيلان سدت الطريق وحرمتني من مجرد الحلم الدنيا الجديدة. وسط بشر أحبهم ويحبوني، وانت يا مرهان الحلم اللي كنت كل يوم اسال ربنا ما يصحنيش منه عشان احتمي تحت جناحك الحنين من برد الليالي وقسوه الايام. خلي بالك من تغريد يا مرهان، تغريد البريئه الطاهره مش لازم تتحرم من ابسط حقوقها. الحياه في النور، خليها تعيش مع اخواتها جوا قلبك اللي يساع الكون كله. اغفري لي يا نور، افتكروني كلكم بالخير رغم كل أخطائي وذنوبي وكل الألم اللي سببته ليكم كلكم. ما كانش قصدي، صدقيني ما كانش قصدي غير الخير. بصيلي العيال، مع السلامة. مع السلامة يا أعز الناس. كيف جرحك يا ريس؟ أنا بخير يا صرصور. إيه الحاجات اللي أنا حصلتها من البيت؟ قدرتش أهرب منها، كأنها قدري. كله ورايا، يلا يا رجالة. مش حظ ولا بخت، خلي بالكم بالراحة وهم ومهالك. العمري مشوار صعيب مهلوك على هالك. ده آخرة المعروف.
بخص عليك بس لما اشوفك. ولما تشوفيني هتعملي ايه؟ طب انا قدامك ها. انا زمجانة منك. ليه؟ كيف تهملني الوقت ده كله لوحدي؟ ما تقلقيش، كل اهل الناجع مشغولين في الارض وفي المحصول، اقعدي. طب لفين؟ لفين الهبابة السودة دي؟ ادي الساعه مكانها قبل ما مناع يعاود. مناع؟ مناع خلاص مش هيعاود نجع من تاني. ليه؟ اخوي جرى له حاجه ولا ليه؟ ما فوش حاجه، بس زي ما تقول كده يعني ولف على العيشه الطريه، ما بقاش لادد عليه النجع ولا اهل النجع، ولا عاد يسال في اهل النجع كلهم. عشان كده احنا لازم انا وانتي نشوف مصيرنا لوحدينا. مالك يا همام؟ عمال تلف وتدور علي. انا فكرت يا نسمه ولقيت ان احنا ما قدمناش غير حل واحد. اللي هي ايه؟ نتجاوزه. كيف؟ انا اقول لك كيف. كيف؟ شوف يا نسمه، انا الليله دي مش هسيبك غير لما تقولي ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. جرى لك ايه يا همام؟ فيك ايه؟ قول يا نسمه. اقول ايه؟ ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. ما فيش راجل غيرك في النجع يا همام. بعد عني ما فيش راجل. اخر مكالمه عملها مناكه في المنطقه دي، لكن لما تتبعنا الموبايل بتاعه لقيناه مع سواق عربيه هنا في منطقه تانية خالص. يبقى اكيد رماه بعد ما خلص المكالمه. بس المكان اللي سيادتك اشرت اليه بيقول ان هو في طريقه لعزبته، علشان كده انا بعت قوه تحاصر المنطقه وتقبض على كل عيلته. يبقى لازم نلحقه قبل ما يهربوه عن طريق الصحراء. الو، ايه بتقول؟ ايه البيوت كلها فاضيه والارض ما فيهاش مخلوق؟ امال فين تحرياتك يا حضره الضابط؟ اسمع، خلي القوه كلها تعسكر هناك، وانا هبعت لك امدادات فوريه. عاوز المنطقه بالكامل تتحاصر وتتفتش تفتيش دقيق. ايه الحكايه؟ هي عيلته كلها هربت معاه ولا ايه؟ لو راحوا فين هجيبهم، يعني هجيبهم. ليه يا همام؟ عملت فيك ايه؟ عملت لك ايه؟ خلاص يا بت، هتعملنا حكاوه؟ اروح لاهلي كيف؟ اقول لهم ايه؟ لا تقولي ولا تعيدي. هتقعدي في بيتنا ولا في بيت الخواجات لغايه ما نشوف صرفه. وعلي يسكتوا؟ كاني معزه وتفشت. وانا اعمل لك ايه يعني؟ انت اللي جتيني برجليكي من ورا اهلك ومن ورا ناسك، وما فيش لوم على راجل. يعني شهامتك ورجلتك معاي؟ طيب طيب يا همام، هنشوف اللوم على مين. انا هقول اني شفت اختك وهي بتسرق الدفتر، وجيت وراها لحد هنا، وانت شوفتني وتهجمت علي. شوف بقى اللي هيحصل لك انت وعيلتك. هتعملي ايه؟ تعالي تعالي يا مخلاله، تعالي هنا. هتفضحيني ولا ايه؟ بعد عني بعد عني، ما دام فضحتني يبقى هفضحك. يا ناس اقدمي اقدمي خشمي، ما دام هتفضحيني يبقى الخصمي اللي تهون. تعالي اسكتي، قلت لك اسكتي اسكتي يا مخلاله. بقول لك ايه؟ ولا كأنك شفت حاجة. لو نسألك لطلب كلمة واحدة أنا أقطعهولك، فاهم ولا لا؟ تعال معاي تعال.
غبي يا همام غبي، كان لازم تتكلم معايا قبل ما تعمل عملة زي دي. اللي حصل يا خواجة، المهم دلوقتي احنا هنعمل ايه لما عيلة حسان تعرف؟ دي عتولع وعتخرب. غبي غبي، كل حاجة بتبوظها بالتهور بتاعك ده، ودلوقتي هم عندهم السلاح الجديد. سلاح ايه يا خواجة؟ سلاح ايه؟ احنا دلوقتي في المصيبة ولا حصلت؟ انتوا متأكدين انها ماتت ولا لسه فيها النفس؟ كانت غرقانة في دمها. يبقى لازم تاخدوا واحد قلبه ميت يشوف اذا كان لسه فيها النفس يخلص عليها. روح يا شوقي، روح انت. مين قال لك ان قلبي ميت؟ ما تروح انت. بس انتوا الاثنين، ستيف خد شوقي هيوري لك المكان فين وانت عارف هتعمل ايه. وانت همام خلي الرجاله بتوعك يجهزوا بالسلاح. يلا يا رجاله دوروا عليها في كل حته. بنتي فين يا ناس؟ هاتولي بنتي، هاتولي بنتي. اصبر يا وجيده، تلاقيها راحت عليها نوم هنا ولا هنا. شاهد لقيتوها ولا لسه؟ قلبنا الارض من شرقها لغربها. وانت يا بكري؟ انا وعسرنا وبالخير طرنا في طفل جبل كله ما لقيناهاش. يمكن تكون راحت ناحيه العين. ايه اللي هيوديها ناحيه العين بس؟ في ايه؟ مالكم؟ اختك يا مناع زي ما انت شايف بتدور عليها ومش لاقينها في اي حته. مناع مناع يا ولدي، دور على اختك يا ولدي، مش عاوزها تغيبك دي. يوم انا جاي هربان والدنيا كلها بتطردني وما ادور على واحده تايهه. لا اله الا الله، وين اللي جفطنا هنا؟ هي اللي صممت تاجي معانا. كيف اروح واختي ما عودتش يا مناع؟ رجاله بيدعبسوا عليها في كل مكان، وانا متاكد انهم هيلاقوها نايمه هنا ولا هنا. اه يا بنتي، يلا يما خد الحريم وروح دلوقتي وطمني، حنقلب الدنيا عليها ونلاقيها بامر الله. بكري روح شاهين، روح يلا يا بكري، خد الحريم وعاودوا دوروا عليها في كل مكان. اقول لك ايه يا عم؟ قول يا ولدي. يا بنتي خواجه بني هنا، بني هنا ومعاه الخواجه بتاع الاصهار وخواجات كتير ومعاهم برضو حريم. رجعوا على هني هربانين بالحكومه. طب وانت هربان من ايه؟ حبيت اخلص من الخواجه ووقع بينه وبين الحكومة، لكن ابن الجزمة قدر يهرب ويكشف ورق للحكومة وما لقاش فيه غير هنيه عشان يهرب. يا بجحتهم جم لقدرهم ليلة بأمر الله. تنساش يا ولد انهم واقعين في حمى البندرية وهمام موالس معاهم. رح يوقف بيني وبينهم اطحن. فين يا شوقي؟ ربنا كانت هنا، راحت فين؟ الدم اهو، مصيبة لا يكون لجيوها. يا بوي يا بوي يا غناع خبرة، يا بوي بنت بنت يا نسمة، بنت بنت نسمة نسمة نسمة. ايه اللي صابك يا بنتي؟ نسمة مين اللي عمل فيك كده؟ يا ولد الكلام! اسمع اسمع فوق وكلميني. اسمع اسمع، رد علي يا بنتي، رد علي يا بنتي، بنتي ماتت يا مناع، بنتي ماتت يا مناع. خلاص يا امه يا مار امر الله نفس.
ما عايش اسمع ولا صوت. رد علي يا نسمة. رد علي يا بنت. اجمع الرجال والسلاح وامن الحريم والعيال في البيوت. يمين بالله لا انت في الكبلة. خلصت. خلي المشاه تدخل الجبل وتقابلنا المدرعات الناحية الثانية من الصحراء. في ريحة غريبة في الجو. شمتها أول ما وصلت، ما بقاش عندي شك واحد في المليون إن الجبل ده مزروع بالمخدرات. علشان كده لازم نكون حذرين في الهجوم بتاعنا. كده سد العميد، إحنا محتاجين دعم قوي. إدي أوامرك بالتحرك وأنا هتصرف. تمام يا فندم. مفيش صبر ولا كلام. البندرية رفضوا يسلمونا همام الخاين، رفضوا يسلمونا الخواجات، وعشان أكون بريء من دمهم قلت اللي هيدخل داره ويكفي الباب عليه هيتحرم دمه علينا. غير كده هو الجاني على روحه. شدوا حالكم يا رجالة، عايزكم يد واحدة وبإذن واحد أحد مش هتطلع عليهم شمس. جاهزين يا رجالة؟ جاهزين يا بندر. انت ورجالتك هتهاجم من نواحي عيلة البندرية، وانت عم ناجي هتهاجم من عند العبايدة، ولو حد فيهم يفكر يضرب بيوتنا بالقنابل هيلاقي عم مغاوري ورجالته. وانت يا بكري معايا انا ورجالتي نلف من ورا الخواجات. يلا يا رجاله توكلوا على الله. التهور بتاعك ده هو اللي حطينا في الموقف اللي احنا فيه. لو كنا لمينا منهم السلاح ما كناش بقينا كده. لقتني بسكاتك يا خواجه، انا مش ناقصك، كفايه هم اللي انا فيه. وبعدين ايش دراك مين اللي هيكسب في المعركه؟ مش يمكن انا ورايا عيله تاكل اللحمه نايه يا خواجه، واقل نفر فيهم اقل نفر يفديني بروحه، فاهم ولا لا؟ اضربوا خليهم يجربوا، احنا نمسكهم بالقنابل. اديني قنبله يمكن يخافوا ويعودوا بيوتهم. خد اقوي المهندس الدار اول. دول بيرموا قنابل يا عم ناجي، بيرموا قنابل. اداروا رجاله، ارجعوا ورا اول، ارجعوا ورا. اجلنا فروج خدوا اضربوا شوبر. قنابل طلعت في شيء، اهجموا رجاله. قنابل زي عدمها شوفي. اضربوا الرجاله قبل ما يهجموا علينا. يا صوتي يا صوتي يا صوتي انت يا ما تنزع يا صوتي. خذ القنابل دي من بتوع زمان. اضرب يا رجاله، اضربها شوفي، اضرب خذوا. وقعوا زي الفروج، قتلناهم كلهم. فينك يا همام؟ تشوف عملنا فيهم ايه؟ ايديه ارمي سلاحك، ارمي سلاحك، ارمي الكل، ارمي
على وين؟ ها بالدرية يا كلاب يا أولاد الكلاب؟ قدامي هات فين همام يا ولد الكلب؟ فين همام؟ انطق اركض يا هات اركض فين همام؟ كلم همام في بيت الخواجات والبيت محمي ومحصن لا مش هتقدر توصلوا له اخلص يا ولد الكلب مناعوا ينجلتوا زمان وصلهم بالوقت وهيقتلهم كلهم لا يا ناجي عنموت كلنا القنابل يا فراد جهيل خد لك ساتر يا ولد هنموت كلنا مع بعض عايزين انت التاني يا همام يضحك يا سي همام عايز ايه بيتكم يا سي همام يتطبق على امك يا نار مش احلى فيها امي الدرية كلها مولعه امي أيوة. تعالوا ورايا تعالوا ورايا كلكم فين يا مجنون خد الرجاله تيجي معاي وهب المخلومه دي بيت ابو المولع بيت ابو المولع مناع مناع الحاجه مناع همام بيهرب تخافش همام ما يقدرش ينفد من يدي الرجاله يطلعوا مكان الحراسه عندهم الخواجات ما يقدرش يفرقوا بين رجالتنا وبين رجالة البندرية قصدك ايه عاوزهم يحرسوك؟ عايزهم يأمن يظهر لحد ما نخلص على الخواجات امسك ده اسرارك على هون عمرك بس بدري هنقعد ازاي من غير حراسة؟ لازم نهرب نهرب نروح فين؟ دلوقتي ما قدامناش غير ان احنا نحمي نفسنا بنفسنا هي كده انا هطلع فوق السطح احميكم وهرشهم كلهم من فوق يلا تعالى معايا انت قدام الباب من هنا وجو من الباب الوراني يلا وانا وانت نقعد نصلي لربنا انه ياخد اجل مناع يلا انتوا ما رحتوش مع همام ليه سي همام قالنا نقعد نحرسكم فيكم الخير لو حد قرب اضربوا نار على طول ما تعولوش هم هنقوموا بالواجب الهم ده مش هيزول غير لما ضرب النار ده يبطل حرس ايه صوت ضرب النار ده سمعت حاجه غريبه في خطر علينا ايه وانا خطر عليك وعلى خلفوك اجل طوق الضرب فيه خذك ساتر ونادي الولاد محدش هيسمعك يا خواجة الميتين ما بيسمعوش حد مناع صديقي كفاك يا لعيب يا بطشطاني احنا خلاص وصلنا للنهاية مناع أنا بستسلم مناع مناع ما تنساش أنا كسبتك فلوس كتير اخلص الكلام يا خواجة مات زي الأمان اللي موتوه رميته تحت رجلينا الفلوس ثمن الأرض اللي بوظتوها والخراب والدمار اللي زرعتوه معيش أسمعك تاني وانت بتتوسل زي الكلب وتطلب الرحمة ما تستاهلهاش اللي زيك ما يستاهلش يعيش حسنا دي عشان الدكتور جمال ودي عشان ابوي ودي عشان ما تعود شيل الدنيا تاني يلا مناع يلا عشان نلحق همام يلا بينا يلا وديني لحرق قلبك على أهلك وناسك وديني لولع فيهم كلهم يلا رجالة يلا رجالة
أبوي. لا أبوي. 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 لا لا أبوي. رد علي يا أبوي. لا يا أبوي. لا بيضربوا بيوتنا يا مناع، بيضربوا بيوتنا. العدا يا مناع. ولاد الكلب شيل سلاحك ويا الله. أبوي قول أبوي يا مناع. أنت راجل ولا مرة؟ شيل سلاحك وحصني. كيف ما طربك بيت أبوي؟ لازم اطربك بيت ابوه. مغاوري واقف يحرسه هناك. انا معايا قنابل شديده، لو رميتهم على البيت هيجيبوا عليه وطيه. قبل ما تقرب هيكون مغاوري مغربلك. احمي ظهري انت والرجاله، ما تخافش، انا عامل حسابي هلف من ورا البيت واول ما تلاقيني قربت اضرب نار على مغاوري، حاول تشغله، وبعديها هتلاقي البيت ده كوم تراب. اضرب يا رجالة. اللي مات وما ارحمك مناع. ايه عايز تقتلني يا صاحبي؟ مش هتلحق يا مناع، مش هتلحق يا صاحبي، لان انا اللي هقتلك. اقتلني اقتلني يا مناع، انت معاك سلاح انا ما معيش. مين قال لك اني هقتلك بالسلاح يا خسيس؟ تقدر تغلبني المرة دي يا مناع، عارف ليه؟ لأنك لو قتلتني هبقى برضه أنا اللي غالبك يا مناع، هبقى برضه أنا اللي غالبك، عشان قتلي مش هيرد لك شرف أختك يا مناع. شرف أختي دمها غسل عارها، لكن دمك أنت الزفر، هنجس بالأرض اللي خربتها. مناع عارف الخنجر ده؟ الخنجر ده مناع انت فاكره زين؟ خنجر المسموم، المسموم يا مناع. كيف ما قتلت عمي بيه انا هقتلك. يكفاك ان انا معرفش ان انت قتلت عمي. ها هقتلك يا مناع، هقطع بيه. أقتلك يا مناع. مناع مناع أقتلك يا مناع. أه
مناع! انت تصبت يا مناع! ده الخنجر مسموم! ما عادتش تفرق يا غالي. مناع! اسم مناع! الحكومة ناسها في الجبل! نضرب عليها النار ولا ايه؟ خلاص يا زازور. ما عادش لي حاجة عايش عشانها. كل حي يعمل ما بداله. Thank you.
غريب فيك عجبت مناح هود عم سمح اوقف فيك ولا ايه مالك بكري خد تغريد واطلع على سوهاج على طول قبل الحكومة ما تدخل وديها في العنوان دي وهملك كيف يا مناح ده انت بتموت ملك الصالح روح يلا تغريد خليني اشعر روح ويس منا يلا بينا جرحك لسه يلا بينا رجع الجراح تمام يا فندم الدمار شامل وبيوت كتير طالع منها دخان وجثث القتلى في كل مكان والدعم الجوي لسه مطلوب لا يا فندم ما اعتقدش اننا محتاجين دعم جوي دلوقتي الحكايه خلصت خلاص طيب احنا راجعين للقاعده تمام كله تمام يا فندم مع السلامه ايه ده؟ واضح انهم كانوا بيقوا ارهابيين اجانب كده تبقى المعلومات صحيحة والليلة كلها بتشتغل في المخدرات والجاسوسية في ناس احياء هنعرف منهم الحقيقة كاملة انا امرت بجمعهم كلهم
وبعد عمل التحريات اللازمة قامت قوات الأمن بالتعاون مع سلاح الجو فحرس الحدود بتمشيط المنطقة بالكامل ومحاصرة المجرمين والتعامل معهم والقضاء عليهم دون تعريض حياة جندي واحد للخطر. وقد تم اقتحام مملكة الجبل والسيطرة عليهم بالكامل وضبط كمية كبيرة من أطنان الحشيش والأسلحة. تعال راجل انت، تعرف جثة مين دي؟ ايوه ده مناع الحويطي، شفت امبارح في العركب اللبسه ده. مين اللي قطع راسه؟ قطع على ده، ما كل الرجاله راحت عليه العوض، منك العوض يا رب. بس احنا يا فندم لازم ناخد البصمات ونعمل تحليل الدي ان ايه. بلا بصمات وبلا دي ان ايه، هو ده مناع الحويطي. خلصنا. قد تم القضاء نهائيا على بؤر الفساد وقتل افراد العصابات وزعيمهم مناع حسان، وجاري التحقيق مع من تم القبض عليهم احياء. نورهان مرتي وحبيبتي وضي ايامي، لما يوصلك الجواب دي مش عارف اكون فين، حياتي او موتي بيد علام الغيوب. والصبر بنتي بعتلك اخر وصيه. ايوه بنتي يا نورهان، اخر ما خبيت عنك من اسرار، نظره واحده في عين البت تعرفي كل اللي قاسته المسكينة وأمها الطايبة بسبب السكة اللي مشتني فيها الظروف، واللي عشت عمري كله بحاول أجعلها سكة خير لكل اللي حواليا. لكن الماضي والناس والأيام وقفوا في سكتي زي غيلان سدت الطريق وحرمتني من مجرد الحلم الدنيا الجديدة. وسط بشر أحبهم ويحبوني، وانت يا نورهان الحلم اللي كنت كل يوم اسال ربنا ما يصحنيش منه عشان احتمي تحت جناحك الحنين من برد الليالي وقسوه الايام. خلي بالك من تغريد يا نورهان، تغريد البريئه الطاهره مش لازم تتحرم من ابسط حقوقها. الحياه في النور، خليها تعيش مع اخواتها جوا قلبك اللي يساعي الكون كله. اغفري لي يا نور، افتكروني كلكم بالخير رغم كل أخطائي وذنوبي وكل الألم اللي سببته ليكم كلكم. ما كانش قصدي، صدقيني ما كانش قصدي غير الخير. بوصيلي العيال، مع السلامة. مع السلامة يا أعز الناس. كيف جرحك يا ريس؟ أنا بخير يا صرصور. إيه الحاجات اللي أنا حصلتها من البيت؟ قدرت أهرب منها كأنها قدري. كله ورايا، يلا يا رجالة. مش حظ ولا بخت، خلوا بالكم بالراحة وهم ومهالك. العمري مش وصعيب مهلوك على هالك. مش حظ ولا بخت